بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سورة وحليل هذا سورة النوح وسورة مكية. القرآن كي مكك سودغي أي كم تهي وحسورة النوح لو قبحي سورة أول كيذا إلى آخر كيذا بلاو كيذا إلى دمات كيذا يسي تفصيل وفاهفاسا يوحي أقوى الرميسا دعوة النبي الله نوح عليه السلام مركي لصادري لقبل أبوه إلى إلهي سبحانه وتعالى تدكي مكذبين تأها أو هلاقو وإساق بيني أي سوردو أي كوى الرميسا وحي سوردو كوى الرميسا نبي الله نوح دعوة ديسي إنو كتي وأسلوب كستاء أمر دكيسا حديتهاي عبسي قلين وضدك العبسي قليو عذابك إلهي سبحانه وتعالى يهلاقي سلقو عبسي قليو حديتها الجعليسين يترغيب أولا جعليسيو رحمة إلهي سبحانه وتعالى يجنبي سي عفوي سهدي أيتهاي إن تبوا أو ماركتي يعني دعوذي سي وأقوتي نبي الله نوح إلى مركز دنبسورة وحين نوغو الرمي او markay dadkii beeniyeen oo qoomkiisi ay diideen ilaa in yar mooye dadkii kale aysan rumaynin oo ilaahay subhanahu wa ta'ala bariyay oo rabbigiisa u tadarucay inuu asaga iyo qoomkiisa ilaahay kala saaro oo la kala xukumo allah uu sheegtay sababta nabi ilaahay nuux waxa weeye qoomkiisa wuxuu ku dhex jiray مدى آد يآد أدير أي كود إحنا ولا مدى آد أتربى ذرا وقت ديرا بوكونا ولا سيد القرآن كبه إلهي أنه وشيغي سقال بقول يا كنتن سنو أي دعوة ذكري أتاقنا وخير كددك أشيغي وقوم كيسي سر إعلن لبذا بأو لهض لي انتاسنا شركك أكريبي عبادة غير الله الله أحد على هين إلا عابد أو كريبي أو أمري توحيد كإي عبادة الله وحده الله كريه إلا عابد أو ضدك إنت بري في سورة العنكبوت بنكسو أرقنا الله أراني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون نبي الله نوح بان صادرني dadkiisi wuxuu ku dhex nagaaday 950 sano buu ku dhex jiray oo dacwada iyo khayrka u sheegay marka ka bacdina wax yar baa rumeyay sida darteed ba marka tuufaanta ilaahay ku halaagay ayaga oo zaalimiina ayu rabbi subhanahu wa ta'ala u halaagay weeyaan marka nabi ilaahay nuux waxa la yiraahdaa waxa weey wa awwalu rasulin ursila ila alkhalq ba la yiraahdaa رسولك أبوه الرئيي أي الله أصادره مركي خلقك شركك إلي ما دين أيو أها النبي الله نوح ويان مركي سورة السلاسة مركي سورة النوح لو بحيي ونركي دونا قصة النبي الله نوح بكور رموي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إنا أنه الله بأرني أرسلنا والدرني نوح النبي الله نوح بان درني إلى قومه دتكيسي بان درني تتكاس أو مشركين هايو إلهي غير كعابودي جري أيان أدرني محال درني أن أنذر قومك بأن أنذر قومك تتكاب أدي أيان لسو درني من قبل أن يأتيهم انتو سنو إيمان هرتي عذاب عذاب وسنو إيمان عذاب كأو أليم أي مؤلم مدوحا وجياء انتو سنو إيمان
ودك دتك هذا وعذابك إلهي يقبشري سأجدك بالليا سداس النبي الله نوح لصادر لي برب سبحانه وتعالى لي مركع نبي الله نوح منذر بوها قومك وأدقي شركك يعاقب حمدي سأدوني آخره كجدقي توحيدك يا مارت وناجي سأدوني آخره وأوشيقي لكن وحوحك قاطيبا يراوي أن أنذر قومك هذا أنت كجرته مفسرين تلوى معنبه ويكوشيقا إما إني مجدريتها سنها الدعان مرني أوكالي بأن أنذر قومك أوكالي تئن لي رهدو وأنت مجدرية ذا حيث لقدقو قومك أبو ديق لي رهدو أما أنت تي مفسر ذا أي مفسرين تورنجرين بمعنى أي أهي أوكالي إنا كدقنا أي أنذر قومك تكاق أدق بان الله صدرني نبي الله نوح وإياه محايا للفظ الإنذار وحالي رهذا فيه معنى القول دون حروفه مركا وحوقبا قول كي معنيه سيو كروقبا لكن حروفتي أوقاف كي ووغي إلام كي موت مارتي من ذارد موت تويا مركا لبضا إعرابات با لبضا با تيل وشي قبوا لبس حويا إن مصدرية لقدقو إيا إن آن أنت كدقنو تي مفسر ذا أهي مفسرين تلبضا بواعي شي قبوا إنا أنه أرسلنا واندرني نوح النبي الله نوح إلى قومه دكسي وقوم نوح أيان أدرني محان لدرني أن أنذر بأن أنذر دك أما أي أنذر دك قومك دكا بأدقو وحاد أدكتا بأس الله وعقابه الله قبل شديسة إي عذاب كيسي عقاب كيسي أدك من قبل أن يأتيهم انتو سنو إيمان برتي عذاب عذاب وسنو إيمان عذاب أليم مدوحا وجياء انتو سنو إيمان وقدق لصدر للنبي الله نوح ساسو ربي لي نبي الله نوح أمرك إلهي أو أمري وفرتومي دربني بدعوذي سبو بلابي قال النبي الله نوح وحويري يا قوم دتكيغو إني أنيغو نذير من دقاء يبانها لكم إذنك إذن دقاء نذير كاد دقاء مبين أي بين النذارة دقتان كيسو عديها أيانها دقتان كيسو مدو عديها بانها مركوا منذر بانها وحان إذنك قد دقاء عذابك إلهي سبحانه وتعالى أي عقابك إسان إذنك قد دقاء ويا أمر كين لسيي أو ليري أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم وفر قومي دربذي بإنه منذر يهي أي دتكيس أشيقي ويا قال النبي الله نوح وحويري يا قوم دتكيقو إني أنيه نذير مدقا يبهنهي نذير كأو مبين دقيتان كيس أو عديهي لكم إذن كان إذن دقيا محان إذن كان دقيا من عقاب الله وعذابه العقاب كيسا عذاب كيسا أيان إذن كقدق يا أن اعبد الله مرد عذابك إذن كقدق أن اعبد الله أي اعبد الله ألا عابدا وعبادة أساق وبرحترا كلك كقوني يالا واتقوه الله نكعب صدا وإسك إلالية وحو ربي إذن كريبي ومحرمات كيا إيا ما آثمتي ذنبك إسك إلالية وأطيعوني أنيقنا إي أطاعة وحان إذن فريو أو توحيدك إي إخلاص العبادة لله إيقو أطاعة وركي قاطع مرحدي أد أمر كي قاطع تاردي أطاعة ذانا أو الله عبادة أتكب بقوني يشان معاشري سي وحياله محرمات كان أتكهرتان يغفر لكم الله إذن دافي من ذنوبكم أي ذنوبكم ذنوبتي نو إذن دافي الله سبحانه وتعالى وأدونك مركات كتغيسان إذن كون الذنب لهين بات كتغيسان ويؤخركم الله إذن دبديه إلى أجل مدو إنتي لغجارو مدو أو مسمى لمقع عابيو من عند الله عز وجل لمقع عابي ألا أكتس مدو لمقع عابي با عمري إننا دبلي إذن كون دقايا محايا لإن أجل الله الله مدد أوقت أي أجشيس إذا جاء أهدو يماد أجل كي وقتك أهدو يماد لا يؤخر دبلو مدقو لما دبلو سيدو يهي يعني الدقيقة دبلو مدقو لقمان حرمر يوي
لو كنتم تعلمون لو كنتم هديئة دهان لهيدين تعلمون كووح قرن أيو شيء من العلم هداتين كووح قرن أيو لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر حداد علم أن لهان لهيدين وحد قرن لهيدين الله أجشي سئي وقت أوقب تاهي مركو يمادئنا ندب لوردهن ولا سارعتم إلى ما أمرتم به من الإيمان بالله عز وجل وحانت بدي دقي لهيدين وحي ربي سبحانه وتعالى لإذن أمري وحي الله أو إذن أمري والإيمان بالله أياد بدي دقي لهيدين ويا هذا الكاس نبي الله نوح مركو إنه منذر عذابك إلهي كدقي ويا مركو شيكتي بو هذا الكان راعي وحوفر عبادة الله وحده قال لك يليا إن عبادة اللي مخصصه أنا أعبد الله مرك أنت نواتي أن سامرني أن أنذر قوم كذي وكلا لبدي عربك باك وجرته إن أن رهن بأن أعبد الله ومزدري أن كدقنه أما أي أعبد الله أن مفسر كدقنه لبدا مفسرين توي شيئان ويا مرك عبادة الله وحده أيو فري إلهي كلي إن عابدان لا شريك له أحد كلنا إيسا لا عابدين محايا يلي إساق أي كون كان معبود كالله سبحانه وتعالى وحي كسوحرنا أضومي ويهي إن الله عبادي سللو داجيو الله راضي كماءها سبحانه وتعالى طلبات تقودي سبو فري إن محارم توحيالها محرمات كو ربي كريبي إن كهرا ومعاصدي وحي حماي ورن أي كجوك سدا من السدحات عدي سبو أمري محايا للرسول شهدين لا أطيعه وطاعة الله عز وجل ويهي من يطع الرسول فقد أطاع الله قف رسولك أطيعه إلهي بو أطيعي محايا الرسولك خير أمكم أمري يا أي أمرك إلهي أمكم فري وياه مرك سلاسه أوفري مرك إنت لي ما دان لبشي إلي هليان أيها لك إلهي ما بشي سبحانه وتعالى مدك وباد وحوي غفران الذنوب إنه إلهي ذنب قد ضافي ومدك وباد ويا غفران الذنوب أي هليان مركا يغفر لكم من ذنوبكم من تكجر تاهي سيد ابن جرير الطبري أو دوران أيو بمعنى عن إلا قده قول يرهده يغفر لكم عن ذنوبكم ذنوبتين حق يذبوا إذين ضافيا مفسرين تقارك لوحي يرهدان من توحوي وزياده ومزيدة للتأكيد وأذو يروي بين لم يتهي يغفر لكم ذنوبكم أذو يروك لك أي لم يتهي بيلي ذنبي نبو ربي إذين ضافيا وفإذا ذكو بادو قفك أسوق الطاهر إنه أدوك كتبه فإذا ذا لباب إن إلهي عمر يسعو بركيه وأجشي سي ربي أقدري لقارسيه محايا للتكذيبك إيا بيننتا وحدعك عمر قاقا إنه يقابسه أيا لقيا لأركا سيدا خيرك يطاعدوا عمر قاقا يوكر ديار أبركيه ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو أيضا فسر يوحوليه يعني وحو أرنيا وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد في العمر حقيقة ساسو أرنيا يعني وحوليه وحال أركا أيضا إن أدلي شدو تتك أرنيا علماء قار كميلو أرنيا طاعة أوقفك إلهي أطيعه برغا إيا سمفالك إيا خيرك أو كشق إيوه صلة الرحم كأوسما إيا قرابة يسعوحي لرياه عمرغا أي حقيقة أهان لو كردية عمرغا هذا إلهي كوكو ديرين إيا كوكو بركين ويا مركاسو حديثة كيني حديث إمام البخاري في صحيح وكورين إيوه وحو رسول كليه عليه الصلاة والسلام يعني من أحب أن يبسط له في رزقي وأن ينسع له في أثري فليصل رحمه قفك جعل إن إلهي رزقك سوى واسعيه ورزق هذا واسع وكاغد لغه إن إلهي رادك هذا أو دبك وقل لغه وعمرك هذا القود دب لغاه وحوليه يقف كي جعل هذا فليصل رحمه رحم كيسة حريريه أي النبي بير عليه الصلاة والسلام وياه حديث كلاتو القضاعي أو ورنا يعني ابن مسعود سند كي سنة شيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع أو كسو قيو وحو رسول كيري عليه الصلاة والسلام صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب يعني وحو ليه قرابة أول حريريو عمر قبي ماركت إلهي أو ككر بيا
عمرك قفك أبو واسع يا إلهي عمر دربو إلهي كسية صدق هذا سر تأه سر عاد ولب حضرتك مساكين تمحتاجين تا سكر سودية أوصل أبوسي سنة عرض إلهي من دنيسا سبحانه وتعالى مركا لبضاس الرماد آيات هلا يسامبوني أن يعبد الله أي يعبد الله ألا عابدة وعبادة الرب أبر احترام واتقوه الله نكبقه ومحارمتيس محرماتيس اسكا إلى لي واطيعوني أني أن يطيعه أوامرتي ذيقاته مركا أنت سميسان يغفر لكم الله إذين دافي من ذنوبكم أي عن ذنوبكم ذنوبتي النبو إذين دافيا ويؤخركم وإذين دبنقي إلى أجل المدء مسمى لما قعابينا عمرك النبو دبوذك وقل لك يا رب أبركي إذين بركيني ويا إن أجل الله الله أجشيسي أو وقتقي وقفك الله قلت لك لأدونك إنتو كنوا لهذا إذا جاء هدوه ما هذا مددى الله الله مددهيسي وقفك أو قلت لك لهذه أيتماده لا يؤخر دبلوما ديغو يعني دبلوما ديغي ما يويا مركز هذا درتي وحو ربي ليه يهي لو كانوا يعلمون هذا الدبلو حقرانا يهيهين وحي أقال لهايين إن أنا عمري قد دبلوما ديغين مركزي أمرك إلهي أدرك ديغي لهاي سبحانه وتعالى ويا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم دعوني سمرك سيدة أقوتي نبي الله نوح وقوم كيس أقارسيه أيو آية ذهن كقور رمي أي على نبي الله نوح الله أنه قحك أيوني ويا قال النبي الله نوح وحويري ربي يا ربي ربي قيقو إني أني قد دعوت وان أياري قومي دكي وان أياري ليلا هدين بان أياري ونهارا مالين وان أياري هدين إي مالين ما أنك لقوين دعوة ذي ذي فلم يزيدهم أماء سنكر بنين دعائي أنك أيرستي ذي أن توحيدك أغيارو عبادة الله وحده أن أغيارو أماء سنكر بنين إلا فرارا عرر وتوحيدك لك عرر موية وحكر أماء سنكر بنين بولي وإني أنك الله يو كلما دعوتهم مركز تؤون أيها أغيارو لتغفر لهم إن أيها أدن بدافته وذنوبته أدن أدن أن أغيره يعني الشيء سبب مغفرته من قلها هذا أغيره توحيدك أبوه الرئيو هذا أغيره جعلوا وحييلان أصابعهم أي أطراف أصابعهم فرهو ذفو الدودة أي وحييلان في آذانهم بقهو ذحل ذبييلان فرحوا ذفوت هذا بين نجوه ذا دحد وذي يلسعين عدك يقب أم قل واستغشوا ويزددان ويزدوا الضوبان ثيابهم بركوا ذا ويزددوا الضوبان سعين أنا قب إيه أرقب أنا قب إيه سنة أركن درتي بين مريوه ذا يسكوا الضوبان وأصروا ويدائمين وكفر قيبي دائمان مركان دعوة أبويا كفر قوذي شرك قوذي بي دائمان واستكبروا ويسوينيان وحق يتوحيد كما اسكوينيان استكبارا اسوينين بإسوينيان وحق إنه أحقا سمان مدون أيان واسكلوينه وين ثم أيضا انت سميين كما أنا نحاربه لي إني أني الله يوم مرك انت كذب ثم انت كبعدي إني أني معبود كيقيو دعوتهم وان أياري وتوحيدك هي إخلاص العبادة لله هي طاعة الله وطاعة رسوله أيام أغياري جهارا سعدانا وأن لا جهري وضدك أي وضمقليان أيام تحدث أغياري ثم مركا كبعدنا أعلنت وان موجية دعوة ذي اللهم أيها الموجية وحان أغيم الدعوة ذي وحيتاي إعلان باكو السماية وحان قرية ما أين نهي وأسررت وان سريستي اللهم أيها وان أسريستي دعوة ذي توحيدك إسرارا سريسي من أسريستي حتى هوس هوس يقوني قوني أيان سسر أغشيغي سدا أيها وان جربة عن سجهري أغشيغي جري سدا سوليه نبي الله نوحوه وشكوى أو ربي جس أشيغاني يعني إنه واجي كيسينه قوتي قوم كيسينه أي كديدين تكيسنا أي كديدين شاقشة أو شاقنا يويا مركا النبي الله نوح
ayadaha wuxuu noogu sheegay habeen iyo maalin inuu sadacwada kala gooyinin imtithalan li amri Allahi azza wa jal Allah amarkiisa uu qaadanayo oo dadka u digtii la yiri ayuu sidaas u sameeyay iyo Allahu ataa'a wayan laakiin u yeeristiisi habeen iyo maalin oo u yeeray dadkii waxay ka qaadeen carar inay ka sii fogaadaan oo tawxiidkii ay diidan oo yiraahdaan diintii aabayaal iyo awowayaal buu khilaafay sidaas oo kale ay yiraahdaan bay gaareen ilaa ay maaragtay dhagahooda faraha gashtaan yaani sidaas u yiri markasto aan u yeero wax ilaahay ugu dambi dhaafada aan ugu yeero ilaahda war sida markaas samaysan dunuubtiina la idin dhaafi jacalu asaabicahum fi aadaanihim marka farahoo dhan ma aysan yeelin wa atraafa asaabicihim farto dhan dhagta ma wada gasho laakiin faraha foodoodi ay dhagahooda yeelan siinayno si ayan u maqrin weeyaan mufassiriinta qaar kamidihi sida abdullah ibn abbas oo kale wuxuu leeyahay yaani waxa way ku buuqi jiray buuq bay ku sameyn jireen qayre ku sameyn jireen yaani si aan dacwadii sabab loo maqlin sida nabi ilaahay maxamed bay ku sameyn jireen mushrikiinta markuu quraanka akhrinayo ay ku buuqi jireen oran jireen waqaal alladina kafaru laa tasma'u li hadha alquraan walghaw fihi la'allakum taghlibun yaani sidaas ay dhigi jireen hadhagaysanina quraanka nabi maxamed ku buuqa bay dhigi jireen in aad ka adkaataan baa la arkay sidaas oo kale bay nabi ilaahay nuuxna ay ku sameeyeen weeyaan kufrigoodi bay daa'imeen xaqi inay raacaan bay iska weynayeen haddana nabi ilaahay nuux ma uusan oranin dadkan waa ku diideen faraha ka qaad yacni sida nabi ilaahay yuunus oo kale ma uusan ka caroonin oo kama tegine waa u sabray waa u dulqaatay sirba ugu sheegay si calan ugu sheegay wax ugu qariyal ma laha weeyaan walidaalika dacwadiisa waa tanwiiciye noocyo badan buu u sameeyey waa u tanwiiciyey si ay dacwadiisa u najaxdo mar ayagoo wada jiro u sheegaa mar ayagoo gooni gooni ugu sheegaa sidoo doonaba uu maaragtay nabi ilaahay nuux oo dadkiisa ula hadlaa weeyaan qaala nabi ilaahay nuux wuxuu yidhi innii rabbi yaa rabbi rabbigaygo innii aniga dacawtu waan u yeeray qowmii dadkayga baan u yeeray oo qowmi nuuxa laylan wa nahaaran habeen iyo maalinba waan u yeeraayo kama daalin amarkaada waan qaatay weyn falam yasiidhum mana aynan u kordhinin ducaa'ii aniga u yeeristaydii ilaa firaara ay ilaa bucdan wa firaaran can ilxaqi tawxiidkoo laga fogaado laga cararo mooye wax kale uma aysan kordhinin buu yidhi wa innii aniga kullamaa dacawtuhum mar kasta oon u yeero litaqfira lahum inaad u dembi dhaafta aan ugu yeero yacni shaygii sabab maqfiratihim noqon lahaa aan markaan ugu yeeraa jacaluu waxay yeelaan asaabicahum farahooda foodooda ayay waxay yeelaan fii aadaanihim dhagahooda dhexdeedabay yeelaan dhagahoodabay yeelaano yacni dhagahooda bay faraha gashtaan si aynan u maqlin weeyaan واستغشوا وإسدوا دوبان ثيابهم بركودين وإسكدوا دوبانو سيسن أرق نبي الله نوح وسمرك دعوة أغشيين أي مارة بركود إسكدوا دوبان ويا وأصروا ويدائمين كفري يشركي يتكذيب في حق اللبيني أي دائمين واستكبروا ويس وينيين وحق الرعتان كيسي إي أقبل ديسي بإسك وينيين استكبارا isweyneen ba isweyneeyeen weeyaan inay raacaan ma aynan ogolaanin weeyaan summa marka ka bacdina innii aniga dacawtuhum iyagaan u yeeray jihaaran si cadaana baan ugu yeeray si calan ah sawtkaygan kor u qaaday weeyaan cabdullaahi ibn cabbaas wuxuu leeyahay innii dacawtuhum ila tawxiidi biaclaa sawti dhawaqaygan kor ugu qaaday ayaan tawxiidka ugu yeeray buu leeyahay ثم مركا كبعدنا إني أعلنت وان موجيي أو وان ظاهريي لهم أيها دعوة ذي توحيدك أن وتبان ظاهريي وانو بياني وانو عدي ويا وأسررت وان سريست دعوة ذي لهم أيها وحان أسرست إسرارا سريسي وانو قريي ويا سسرعة أو بيني وبينهم أيان أشيغي أني أيها مقد حيثه أيان أشيغي ويا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا markii inta aanu sheegay hadana wax ay helayaan haday ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo laabtaan wanaag ay adduunka ku helayaan baan jecleysiiyay buu leeyahay ayadiiba hadana jecleysiiyay weeyaan faqultu waxaan ku iri
استغفروا ذنب داف ويديستا ربكم ربي ان ذنب داف ويديا او ويديستا نفتي ان ويديا انو ايدين ذنب دافو ما هي انه الله رب سبحانه وتعالى كان غفارا وقال ذنب داف بدنوي او احكي يعني ذنب او كجراهي ذنب لقل شرك با اوي الشرك احكي كسر النقضه واو دافت بدنيها الهي سبحانه وتعالى ويه مركات رب اسفى النقطان او الهي استغفار ادوي ديستان يرسل الهي ودري السماء اي المطر روكي مودر يا الله سبحانه وتعالى وصمد إذن كغسو دينه عليكم دشي نوكو صدري مدرارا أسوغ مدفر بضمع آكو دأيو أيو إذن كسو دري يا ويا ويمددكم الله إذن كردني بأموال حولب إذن كردني وبنين إن من وإذن كردنا ويلب إذن كردني وي ويجعل لكم الله إذن يلي جنات بيرب إذن يلي بيروا وين بساتين أي رب إذن يلي ويا ويجعل لكم الله إذن يلي أنهارا وبيال وإذن يلي وبيال فربضان اسكقل قولينا وإذن دلعنا يا ويا انتاس أيها حضرة نبي الله نوح الشيقي يعني مركب غفران ذنوب إني هليان عمرك وذا الله بركينا يهدي إلهي عبادي سي تقوذي لي مادان يطاعاني مركب وشا قد بذي أدونك هدنا وحقي كذي ليان وكلا واستغفارت لقيها له أي وشا وشا قيوية مركب دنبي دافك وإلهي لو يديستو رب الله توبكينو شركك اللي قصر النقضو معاصد اللي قصر اللابتو وحوهيه إلهي دفك أدونك وقبر واقيا مركب أمدو أي إلهي قصر اللابتان أدونك أسبر واقك هلا قبل الآخرة انت عن الآخرة اللي قارين بأدونك قول إستانوية استغفار الذنوب انت اللي قد حلي أو اللي قد حلي محاكم إذا فرط إنو إلهي روك أصنكا حيريني سمضاء روك كابسو دي رب ضم آتشو مرد الرب إلهي كسيانا برواقة تيزتا حدوسا أحين رب عذابه أذيه لو قلت لك لإن لو قلت لك حدوسا أحين لأن مرنا عذابه نغضا مرنا الرحمة به نغضا رب كاس مركي اللي سيه إلهي سبحانه وتعالى وحأكر لنا يا حوله حوله أبركينا يا أولادي إي ويلشي وأبركينا يا بساتين إي مارت البيرا وأوين بوسيني وحسيني يا وبيال إي إلف ربضان برب أد الله عني انت سو شيء أي الله اسكو قدري ويا مركوا نعمه مركة تنوحال إلى دعوة قابك أقوتي ومقام الترغيب لإله هذا جعليسين ودتك خيرك لجعليسيو هذه آد خيرك توحيدك التي ما دان انت سوناك قبل إلهي أكتسكيه ليسان ويا فقلت وحن كيري تتكي مركان لحد لي استغفروا ذنب داف ويديستا ربكم ربي جينا ذنب داف ويديستا وشرك أغرى يكتب كان إلهي يدين ذنب دافين محايل إنه ربي كان غفارا وقال ذنب داف بذنوي غفار وزن كبير هذا فعال لإله ذا وحكم ديا من أمثلة المبالغة لإله ذا وحاول ذنب داف كيسو كثير المغفرة ذنب داف كيسو آدب أبذنيها رب سبحانه وتعالى وين مركات إلهي أسر نقطان يرسل السماء أمركات جوابك استغفروا ذا يرسل تاسويا ولا جزمية وأجيدا يرسل السماء سمدي أيو دريا السماء حد حلو جدا بمعنى المطر حبك بو دريا وليا مدرارا أسقو أمد أيو أو فربضا أبد أيو أيو دري وليا عبد الله بن عباس وكل حبيج مدرارا اي مطرا يتبع بعضه بعضا رب فربدا وقاركي قارك كلو دبجوغو اي اله ادسين سبحانه وتعالى يعني من متواصل رب كي نوخ كدغي من جوجته ايدينا او اد كو مارتي كل يبان تان ما كو فائده رب ايدين كغي يلو ويمددكم ايدين كردني الله ويدين زيادينيا باموال حولب ايدين كردنيا حولهنا أيو إلهي حول فرب ذنبه إذن كجديه هذا مارتي وحول البيهين حوله اللي دقني لعكتي هذا تهي وحي مارتي تجارة جناسي وحكستوا أموال إله ذا مال نغضبه رب وإذن كردين ويا وبنينا إن ماذا وإذن كردين يا حي البني آدم كويل شيء آد جعله أيضا إلهي بإذن كردين وإذن سين ويا ويجعل لكم رب وحوذين يلي جنات بيرب وإذن يلي بيروا وين وحكست مركست إذن كجبحان يا رب إذن يلي وأدونك إذن كوي يلي ويجعل لكم الله وحوذين يلي الأنهار وبيال إسكس عضه وقل قل أيه أي رب إذن يلي ويا
مركو انتاس إله جعليسيي دعوذيسي مركو مارة جعليسيي يو حدنا من باب الترهيب أيو عبس قرينا يا حدنا ما لكم لا ترجون لله وقار ما لكم حائذين سقنا هذي قوم نوحو لا ترجون إن إذن بقين لله الله إذن كبقين وقارا وين إذن وبقين الله عز أودي الشيء والبكوء أبو ري وين إن إذن كعب سن وحيد كحبار وما حيبولين يعني محقر أنت إذن كبحي إن إذن ربك يسكب ربك إن إذن كبقي وإذن حيد كحبار وين مركا رجاء هل كان وحلوج إذا ما لكم لا ترجون الرجاء وبمعنى الخوف عرسلا لوج إذا محار ربينا وقبق لا ذيهين ما دام الله وين عظيم أو يهي هذا وعرسا لا ذيهين وين محارة إذن كبحي وين وقار كان ومن التوقير بالله كاني والعظمة ولذلك عبد الله بن عباس وحول جدي يجري لا تعظمون الله حق عظمته إلهي وين كيسي أو مضنا ما إذن وينين أي أورنجري وين ما لكم حائد يسقنا هذا حالكين واسده لا ترجون إن أدنا بقين لله ألا إن أدنا كبقين وقارا وين أدنا نبقين ألا وين نوياي وأوضوا أدنا له إن أدنا نبقين ما حائد كبحيي وين وقد خلقكم والحال قد خلقكم الله أو إذن أبو ري إذنك أطوارا حال ذك للدوان أو إذنك أبو ري أطوار أو إذنك أبو ري إذنك نفتينا يعني الله وينك يسوحا كتصيو أذيقاس إنه مراحل كالدوانك أبو ري باكم الدهوين مركع الأطوار وجمع طور بالي هذا وجمع طور طور أي أطوار لغو جمعية وحان اللوجه ذا الأحوال المختلفة حال ذا كالدوان أو بني آدم كأصوم رأى أبو غريستيسة مركه ربيها اسمني ذا أبو ربك أبو ري كبعد حوضا يرديه ونقضا يحنجرها أمارة الدقن كبعد عد يرزيه بابو نقضا كبعد بالله سورة ياي الله فيه يعصارتي وحي الله يلا كبعد بو إلهي أسقو طفلئة أي علاش كسو سارة وحومر يا المير السبي بو نقضا مركا كبعد بو شاب يدن يرى نقضا مركا كبعد بو كهل يقرمدو أوتقا كبعد بو الشيخ وايه لنقضا وهرم النقضا أخيرا أدونك وأوكتقا ويا مركا حال ذا هكذا الدول الله كم أبو ري سوما قرنس وين كيسا أساكم أمره مركا ما تكدن بيسي ذو إلهي كم بغضان بالليا ولي وقد خلقكم أيضا ربي أو إذن أبو ري أطوارا حال ذاك الدول أو إذن كو أبو ري محا ربي إن أقبق إلى أذهين مركي أبو ريستو ذو الله شيئي بحضنا الله على مديس ولي لتسيو للي الله هو الله سماوات كأبو ريبا للي هي كواكبت أجرامت فلكي قائي الله أبو ريويا ألم تروا ميادنا أركين قوم نوح بو الله الله يدد كيسي بو الله الله نبي الله نوح كيف سيديبو خلق الله الله هو أبو ري سبع سماوات سموين تضوائه رب سيدو أبوري نيادنا نوجيذين ودنا نندها كهين سبوين كاسو طباقا إزدبوله أو قاركود قارك كلي كوا مارتي دول سارم أه إيش دول ساريهن إزدبولي إنو رب أبوري نيادنا نوجيذين ويا يعني سماء سبع سماوات أو متطابقة بعضها فوق بعضنا قاركود قارك كلي دول ساريه الله أبوري نيادنا نركين ودنا نوجيذين هذا ما ذي سيء ميادنا نقرن إنه حداد قرتان سماذا إنه ربي ليه يعني وحي إذن كن بحن له إنا دأسك عابدان أو الله كدن بيسان مركة تدب السماء أما يحل سماء أمه أجيدنا كورك يقصارا هذا يحل كاسماء إلهي إنه أبو ريان وقرنه تدب السماء ما هنا كبدا هدو شيطانا وأقرهنا عليه سماذا أبو ري أود بقوله إنتو دون إنه أبو روي مكة ألم تروا ميانا أجيدين وإذن أركين عندها كهين كيف سيذيب خلق الله الله هو أبو ري سبع سماوات سمدت الضباء سيده هو أبو ري وطباقا كو إزدبالوها من ضمدك كالأدول ساريه ميانا أجيدين وكسا مرة في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور هاي داسا كسا مرنيويا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الله حويلي القمر ضيحي وحكيلي فيهن سماوات كبحلوذا أي نورا نور إفتين بو إلهي كيال سبحانه وتعالى
وجعل الشمس قرحنينا وحو كيالي الله سراجا يعني افتين بو كدقي ومن مارة النور كان أقوين أي سراج كالير هذا سراج بو كيالي يعني سراج آدوين وبحي آدوين يا رب كيالي سبحانه وتعالى مركا وجعل القمر فيهن يعني ظاهر كآيدة وحالك فهمي تضبضي السماء الله صلى الله عليه وسلم ضيحان انه تضبض بكل حجره أياد مدى ظاهر كإن لو جهد فيهن نحن ذل ليه مركا سدا معها لو مجهده سماواتك كلب ضيح كجرا ماها ضيح السماء الدنيا أيو حق يذي جهده يذي هاي سمد عمل النسوح حكته يو كسو سكايا بيره هذا فصلين تسدا سيليه مركا فيهن مرك ما دام بسمدي ادونك حق يدي او يحي سماواتك كلنا وا لو اطلاق كرا وانا اسلوب اي عربت استعماله او ليقانا ويا هذا ترى هذا مثلا حيدي جرى عربته السلطان في العراق بينها نيك بقر كاها عراق بدخديده كسغن يحي عراق ودول اد وين وين سلطانك انتو كقادن كرا عراق حل بوسو كيستاغي كرا عراق ودن ما ودا دلكيدو دن من مارتي يعني ودا عميمي كراهي ماها حلق يابا حل متر لبا متر كبادن انو سحطا عدو سيحضا او سيحان كريني حدو استاغانا تاكا كبادن انو سيستاغي كريني مركا سداسو كالوالي رهدا مثلا مركا ترهدا بيلي هبل ننك اللي رهدا متوار في دور بني فلان هبل وحوسكو قرينيا يعني مقالذي أي دقنائين داره غير هبل داره ديبوس كله رومان يهدي آتر هذا ما داره ربو كجرا مثل هل ميلو كجرا هل ميلو كجرا مركو أسلوب أي عرض استعماشه وهي ضيح وحوه في سماء الدنيا وهي أما سماوات كالكالي وحوه وأول الرعي أسلوب كاس عربي قال الله الرعينا ياي ضيح هلك مجروي مرك وجعل الشمس وجعل القمر ضيح إلهي ميانة أركي نوي ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات اتباقا استفهام كاسكو عطفنتان أو وجعل القمر ضيحين أو كيالي فيهن سماواتك جهدوذا نورا افتين أو كدقي ميانا أركي نوي وجعل الشمس قرحذين أو كيالي سراجا أي مضيئا ومصباحا للأرض يعني من افتين وين أو أربضة إفيه إنو كيالي تاميات من أجهدين ويان مركا السراج وحالي لهذا المصباح الزاهر المضيء المشرق بالي لهذا يعني وحوة إفتينك إفتين ذو كرواويه نلكان هدى عن إفتين سنينه وحوة متكسي وين هديئو يماده وقرسومي مركا متكن إفتين ذو ننقريه بسراج كلي لهذا وقرح ذوي هبينك أيضو ديح أوجره او حد جوا وينو افتينا اي جيران مركز ضيح جيرين حديق الرحض اي تمادو نورك ضيح اي كل واقر سومان ضيح يعني نورك ضيح اي حدقيه وحقرنا ايو افتينك اي مارة قرحض لا ذا حيبا قرنا ايويا مركز سراج كان نلقى افتينك ابوين ايالي رهداويا وجعل الشمس نيونا كييل ميادنا اجهد انو كييل قرحضي سراجا سراد وين او بحي افايو انو كييل ميادنا اجهد ويا ايضا ايضا لماذا في سورة يونس وكسو امرني الله اراني هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون الله سيدنا سؤاليه سبحانه وتعالى الله والله قرح ذكرني ضياء على الله استعمال يعني سراج وين افتينا وين كدقي والقمر انا نورا طيحنا نور كدقي وين الله سميادنا اجيدين وين كي سميادنا اركين وين والله الله أنبتكم وإذن سود لي بمعنى أنشأكم وخلقكم وي وإذن أمام ذي وإذن أبوري من الأرض دلكب إذن كأبوري حقيسي نباتا أبورسب إذن كأبوري أمام ذيب إذن كأمام ذي وي والله أنبتكم من الأرض نباتا الإنبات حد وحلوجه بمعنى الإنشاء وي الإنشاء بلوجه مركا إن شيء ما ماشي لديلا والذين أما مضيلا ديلا باصل نبات كعمل يدوق نقول كسر بشوكله أي الله استعماله أسلوب كسر الله استعاره سويا مركو حيث سيسا يعني إن ده كان أسل كودي أي عيدا كي مادين أرضى أحد كلا جاء أبو ريا نقول كنا ونبي الله آدم
oo abul bashar ah khalqigo dhan ay kasoo askumeen abaha marka hadii ciid laga abuurey adiga waa lagu dhigi kara ciid laga abuurey laan asalkaadi baad maartay dhobada iyo carradaas laga abuurey weeyaan wallahu allah anbatakum wa idin abuurey wa idin dhaliyay wa idin ka maamuday asalkiini min al ard dhulku idin ka abuurey nabaatan soo saarid ayu idin ka soo saaray idin ku halkaas idin ka abuurey weeyaan أسلكين عيدا سكت ماذا؟ ثم مركها كبعدنا مركي أدون كان لا إذن كاني ومدأتكم ولا إذن يعيدكم الله وإذن علني فيها أرض إبال إذن كعلن نلك نحن سأل إذن كعلن يومي مركا لمتان نلك سأتقلي دونتان ويخرجكم الله إذن صوصاري وأرض إبال إذن كصوصاري إخراجا صوصاري سنو إذن كصوصاري ومركا الذين صوصاري لأجل الجزاء والحساب إلا إذن حسابيو قفل بابا أبال كيسر لسيو مركا الله سوى سارينا وأن ذلك سوى ساري أرضا سويا مركا أسلك إله سبحانه وتعالى إنسانك وحوك أبوري أرضا سوك أبوري إيضاو كدل نوليا إيضاو سملائم وإنو كدل نولا مركا دنت إيضاو قليا برنا إيضاو لغاسو دحساري ولغاسو بحين يولي آيادها المركة يعني آيادها وحال لم إذا آياد لم إذا حكسوا مرة في سورة الطه الله أوليها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يعني المركة أخرى إذنك آيادنا إذنك أبورني ما دام آدم نبي الله آدم لقى أبوري وفيها نعيدكم آيادنا إذنك علينينا ومنها نخرجكم أينا الذي كسر صارنا تارة أخرى مركا لنا أرض الله صار الذي كسر بحين ويا مركا الله أستقى إذن أبوري ثم يعيدكم فيها أرض الله إذن كأبوري مركي النهر ثم يعيدكم وإذن عريني فيها أرض الله إذن كعريني مركا لمتان بعد موتكم ويا ويخرجكم وإذن صوصاري من قبوركم أيو إذن كصوصاري قبورتيني إخراج صوصاري أيو إذن كصوصاري صوصاري محو إذن صوصاري لأجل الجزاء والحساب إن لإذن جزائي لإذن حسابي درتي يا رب إذن صوصاري والله جعل لكم الأرض بساطة والله الله ومعبودك أن إذن كويري عبادي سبو لي نبي الله نوح جعل لكم إذن كو إذن يالي الأرض بالكبوح إذن كغيالي بساطا أي فراشا فراش بو إذن كغدي قبل أي من يعرف تسنبو إذن كغدي قبل هذا البساط والفراش قبش هذا سادون تأوقد قنتو الدامر كجيفتو أدارتو كفريسو سادون تدين نول كان إلهي أدو كو قبلي ويا أدو كو قبلي وحياتنا هذا ملائم ويحي ومناسب ويحي ما شاء دون تكدق ما شاء دون تكقضو بيرا هذا كقضو ما شاء دون تكسعو سادون تأذيكم إليه يكون سخير سبحانه وتعالى وتصغير من الله وي محو ربي أربع باس إذن كقف ذي أو قبل إذن كقدق لتسلكوا إنا سعوتان منها أربع حق إذا سبولا ودوين إنا كسعوتان ودوين كأفجاجا واسعة ودوين ووين إنا تكسعوتان أي رب سبحانه وتعالى إن كويل ودوين كان ودكتين طرق ذا وعي كمتا وحيالها إلهي أو بني آدمك أو كوي يعني أهي بيني كمتا إنا يكو قارسيسو من بلد إلى بلد وحد كو قارسها واو ودوي مقالة دارت كتقي مقالة هبل ودوات إلهي كو براي بني آدمك أو براينو قارو قبل بو كتقيا قبل كلو تقيا قارد بو كتقيا قارد كلو تقيا وهكذا ودوين كاس إلهي سبحانه وتعالى سداسو إيه ليوين ودوين كربو حكوت الماني إنيهين يعني ودوين واسعة إنيهين الفجاج وحال إلى ذو جمع فج والفجنا وحال إلى ذو الطريق الواسع وضب واسع على فج لقوم قعابة حق القذل إلى هذا علماء قال كذا حكوت المامان الفجاج وحال إلى الفج وحيليه والمسلك بين الجبلين يعني لرب ورد وضدت تالق وضدت دحل وضدتها اللمرو أي فجاج كله يقارنا بإليه على كل حال وودوين بو إله إذين سمي أما دلك إذن كغبغ سهلك أما الجباش إبوراه إذن كغبغ وضعت دنه نكسو قدتان وصاد دنتان هذا قسو عطان درته أي رب إذن يالي ويا والله قال لي جعل لكم وحو إذن يالي الأرض دلك بوحو إذن كغي يالي بساطة قلبو إذن كغبغ وإذن في ذي ويا لتسلكوا إنا مرتان وتكسعتان منها أرض حق إذا سبولا ودوين ودوين كاسو فجاجا يعني مد واسعة إنا مرتان درتين أي رب سبحانه وتعالى سلا إذا كوية لويا
قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. قال نوح الرب حد النبي الله نوح شكوى بهذا نصيح لنا ربي سأشي قني الله تبعتد أقوم كي سكرك المي أي أشي قني. قال نوح نبي الله نوح باوحويري ربي يا ربي ربي قيقو إنهم قوم نوح أودتك أني قاديس ودرتيه عصوني وإي عاصية أني أمرك يوادي ذي واتبعوا وحي راعين من أحد بي راعين لم يزده أو سنؤكر دينين ماله حوله إيسا إيا وولده عرور تيسا أو سنويلش إيسا أي سنؤكر دينين إلا خسارا خسارا ما يوحكر أي سنؤكر دينين أي إيقر راعين ويه ومكروا ويمكر فلانو نقر بي سميين مكرا نقر أي سميين نقرت أو كبارا مدوين أه أي سميين نقرت كي أبوين دي خيانة أي مكري كي أبوين أي خديعة أي سميين مركي توحيد كي ذاتك لكو هورستاقين حالة دي إيا مالكو دي إيا جاهو دي مركي كورستاقين. وقالوا وحي الأهلين مكري جيبوا فصيرها يعني مكرجي أي سمايان بمارت ساعة دين النبي الله نوح. وقالوا وحير أهلين قوم نوح يعرضتك أي راعين مدحني أحاويا مدحني أي راعين بوحير أهلين لا تذرن حكتكينا آلهتكم أي عبادة آلهتكم إلهياشين عبادة ذوذا حكتكينا كلك ولا تذرن حكتكينا وحكتكينا يعني خاص أهان قولي أهان ولبو حد آت وقول لك تان شنطان سنم قول سوشيك دون آت وقوسي لك بيلي ولا تذرن هكتغينا هكتغينا ودا سنم كود اللي إلى هذا هكتغينا ولا سواع سنم كسواع اللي إلى هذا هكتغينا ولا يغوث سنم كمجعيس يغوث اللي إلى هذا هكتغينا ويعوق ولا يعوق سنبك يعوق ليرادنها كتقين ونصر ولا نصر نصر سنبك ليرادنها كتقين. وقد أضلوا والحال بيسد أي راهدين قد أضلوا أسنامتي أي دميان كثيرا إنبدا أضدك كمدا أي دميان بيسد أكو يراهدين ويا أما وقد أضلوا مدحذي هذا الكاسبي راهدين وقد أضلوا أيقو دميي كثيرا إن بدن من الناس كم إذا أيقو دميي أي هذا الكاسبي راهدين ويا. نبي الله نوح وقد دعوا ذي سبو إلهي شكوا أشيقنا وكشيقنا قوم كيسيون وحو شيقنا يكو عاصيين أو أيسن توحيدك أو ماركتي لي من أيسن كأقبرين عصيان إني أولي ما دينه أمر كيسي ديدين أصغر ناسحوه أو نصيحين خيرك أو تسي إني سرتاقين أي كراعين تتكان أو كتل مامي مالك يحورها إليهين دعوة الدين كي يتوحيد كي كهر استاقين خسارة ما يوحكر إنه سنوكر بنين أو الرؤساء أشراف القوم وسادتهم أي لوجيدا تتكي ملاحظ هوها يعني مارت خيارتها إحوالها إيا مالك إيجاها بهيستي تتكاس أيي إقراعين أيي إحوالها دي بكفر استاقينه مكرق أو شيقي نبي الله نوح أولي هو مكر ومكر كبارة مكرق أسي وحوية وحيالة استعمالين حديتها وجهه دي ملحوية ما دام ملحيينه أرنكو هذا الكود ومسموعي يعني بيضتك كريني هذا الكود أقريني وحي أقربان حوله هذا بي أقربان أود أيليه بكفر استاقين وحي ألف ربضان بين نبي الله نوح أي حالة داس توحيد كي إيمان كي كدي ذا يددك وكدي ذا يد أي أجي ذا مكري وكهد ليوي مركا مكري قاسنا مكري آت وينين ويهي أي شيقي ويا. وقال قال نوح قال نوح نبي الله نوح وحويري ربي يا رب ربي جايقو إنهم قوم نوح عصوني وي عاصيين وأمر كي قوائي ديدين واتبعوا وحي راعين من أحد بين راعين ضد بين راعين ومدح ذيوي كواسو لم يزده أوسن أكر بنين ماله عرور مالكو ذي حوله ذي إيا وولده أولاده ذي أي دلان أيسن أزيا ذنين إلا خسارة خسارة مويه وحكرا أيسن أكر بنين خسارة وحلو جيدا والهلاك والدمار باب أبو أكر بنين ياوي وحكرا أكر بنين لما أركو
مالكودي يا أولادودي إني بابان أمه أكردني محايا لمالك إلهي لقولة درراي دعوني سي توحيكي سلقولة درراي رسوشي سلقولة دقالمي أولادي لقولة دقالمي محايا المفسرين توحي إليه نبي الله نوح أدبو عمر بيرا مركاسا نو البابا الميز انتو كانو يرادا من كان اسكا إلالي بو ديجري يسكو فتنين دعوذي اي دينك توحيدك ابياشا حيسو اي ارنجرين ويا مركا اولادو دي حتى وخير امسو كردين الا حلاك موي ومكروا ومكر فلان وخداع اي دقر بي لي مادين مكرا دقر كبارا وين اي لي مادين يعني كبارا وحالي هذا ومثل عجابا او كلويا يعني وحال إلى هذا كبير كبار كبار صدح لبوال إلى هذا كبير ما ترى هذا كبار إلى هذا أظن شد كبار ما ترى هذا شد صدح سوكلا عجيب عجاب عجاب أنت بوال إلى هذا وي صدح لبو تاسوك لبين لم يتاوي مرك مكر وين بسميا ومرك حوله ذي إيجاه ذي يقول لدك على من أولاده ذي توحيدك يقول لدر وقالوا وحير هذين لا تذرن وضياشي بحض ليه مرح ذي بعد لهش تبكي عامة الناس إلا حض ليه لا تذرن هكتقين آلهتكم يعني وحلو جدا عبادة آلهتكم أصنامتي إنه إلهياشي نية عبادة ذي هكتقين ولا تذرن هكتقين ودى وأسماء مقعية إليهين أصنام إليهين ولا تذرن هكتقين ودى سنم كود اللي يراد ولا سواع سنم كسواع اللي يراد ولا يغوث ود سنم كيغوث اللي يراد ويعوق ولا يعوق سنم كيعوق مدعيس اللي يراد ونصر ولا نصر يعني سنم كالنصر اللي يراد هكتقيننا هذا الكاسو لي كل سلام إنكم آل هذه العبادات إلى شنو وأسلام تتربى بدنيت عبادات كل جنتين حتى ناس خاصة شن تلصي إلى لي بولي ساس كوير هذه ويا إمام البخاري في صحيحه وحكوا لنا يعني ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وحكوا لنا عبد الله بن عباس وحويري صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده أصنامتي النبي الله نوح وقت يسير جرتي أو أي عابد جرين قوم نوح وحي وقت كان دب عربتي بلسو وريبتي عربت أي نلكو ذي أي أصنامتي تمد بولي مكاسور أما ود صنم كود الإيران فكانت لكليب بدومة الجندل قال هذا كليب الإيران قبائل عربت كمدها قبيلة كليب أو ماشي دومة الجندل اللي يرهد الدقن أيا ود مارت عابد الجلطيب لي وأما صواع سنب كصواع اللي يرهدنا فكانت لهذيل قبيلة هذيل أيا استعماش أو عابد الجلطيب ويا وأما يغوث سنب كيغوث اللي يرهدنا فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند الصبع يعني وحا ويا وحا استعمال جريب ويل قبيلة اللي يرهد مراد أو ولبا يعني ما رتحدنا بني غطيف أي أسي استعمار جي تقرير كلي هذا ماشي الجرف لي هذا الصبا أكتي ذي أين أويا لسلم كاسي كعباد عابود جرين بولي وأما يعوق سلم كيعوق لي هذا فكانت لحمدان قبيلة لحمدان لي هذا أي اسكله ذو عابود جرتي وأما نصر قبيل يعني سلم كالنصر لي هذا فكانت لحمير لآل ذي الكلاع يعني قال هذا حمير لي هذا راكلا أهدت كذيئها أيا أيقنا مارت عابود جريبي مركو شمتو ذي تريب وحويري وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح مقعي ذاسي وشمتان مقعيه ورق صالحين وقوم نوح كتر سنة أي أهايين فلما هلكوا تتكى صالحين تأشنتانين أو شنتان مقع لها وقت يزنك النبي الله نوح مركي أي بنتين أوحى الشيطان إلى قومهم شيطان كبا وحو أوحيوذي تتكي قوم نوح وحو أوحيوذي أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا ما ليه أي فريسين جرين أو شنتانين إلهي كعابود جرين نمبر ماشو كعابود جرين سرم الله قدس تالله هلا قدس تالله الله دسبيده شيطان كأوحي وده مركاسة تالله ذي الله دسي مركاسة وحوير وسموها بأسمائه وحانتكم قعودان تالله كستبع يعني منكي مارت عابدك أها ايه ونالسناي صالحة أها ما يشوف فدينجري مقعيدكم قعابة تالله داسنا ففعل سلا سيالين مكي سلا يالين
وحويري فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت به. يعني أنت أيق نولايين dadkii oo taalooyinka sameeyay oo si ay u xusuustaan darteed ay taalooyinka ugu dhiseen lama caabudin, laakiin markii dadkii taalooyinkii dhisay ay tageen oo dhinteen ay baabeen cilmigiina oo yaraaday, culuumtii sharciyiina ay dadkii ka indiraastay ku yaraatay oo maartay, yaani cilmigiina baabay ay markaa waxay yiraahdeen waxa loo dhisay wax kale looma dhisine waa inay cibaado leeyihiin. sidaas marka dhagxantaas ay u caabudeen shirkiguna halkaas uu ka bilowday weeyaan. marka waxa weey taalooyinkan hadda dadku ay dhistaan oo kale oo yaani maartay ubax la dhigaayo oo dadku madaxda sameystaan waxa weey nooc cibaado camal ah oo loo khushuucayaayo marka loo sameynayo turumba loo yeerinayo askar baa u waxaynayso dowladuhu ay sameystaan shacabkay ku barbaarinayaan waa nooc cibaadada ka mid ah khushuuc baa maartay muuqanayo ayay sameynayaan. taasoo kale waa lamid waxaa lamid ah qubuurta inta la dhiso la yiraahdo ninkan saalixa ah qabrigan ha loo dhiso. qabriga markii la dhiso yacni dadkan dhisay waxaa dhici karto inkastoo nusuusta khilaafsan tahay in qabriga la dhiso, nabigeenna ma ogolaan jirin qabri in la dhiso, dhulka halala simabuu dhihi jiray salawaatullahi wasalaamu calayhi. haddana qabriga markii la dhiso muddo yar kabacdi qubbaa laga kor dhisayaa, ninkan saalixa ah oo ahlu khayrka ah meesha ku duugnaaba yacni ixtiraaman lagubaa marka hore loo samayni, kabacdi muddadii baa dheeraani waxa weeye waa la baryayaa, caafimaad baa la weydiisan, sharad baa laga geli, waa la dawaafayaa sidii kacbadii wahaakada. anaga soomaalida dadkayagu way sameeyaan qubuurtaa la dawaafaa, dawaaf xaggee iskale beytka ilaahay baa la dawaafaa mise qubuur baa la dawaafaa? allah wuxuu leeyahy waliyatawafuu بالبيت العتيق بيت كإله بس على الضوافة بلك على ما الضوافة مريال وحرنا يا إسلام تي دلي ويسو نينك دلي وايي كي فقر كرد عو فقر كهري وايي شيخ هذا شرط كقلب على لي شرط بو شيخ هذا كقلب على سنة كسنة كيسة وحال لي هدي شيخ هذا لو حضر إسلام تان اي دلي ويدو سيارة ملغو دي جماعي لغو حسي ماي كأن أولادي نواسيه لي نواسيه بحيو كريتو عافيمات كهدو لغو حسي ماي لغو عافيمات وايو اي وحي لمد أهويا مركو وحيالها مركو ترتيب ترتيب يكون بلاوضان. laakiin waxa weeye marka dambana meel xun ku dhamaadaan marka qubuurta runtii waxa weeye markii awood loo helo oo dowlad awood leh ay joogto oo aanan fitna aysan ka dhalanaynin yaa la rabaa in ummadda laga suuliyo, kow cilmi in looga suuliyo oo qofka la baro waxaan inay shirki tahay laga dhaadhiciyo u baahan tahay, waxay u baahan tahay kabacdina quwa inay dowladda isticmaasho. laakiin waxa hadda soomaaliya ay dhalinyarada samaynayeen waxa weeye ma khayr bay keeneen mise sharay keeneen? shar far badanay keeneen, shar badanaa ka dhalatay, dhiig badan baa ku daatay, ninkii dhintay waaba dhintay qabri baa ku jiray, nin qabri ku jiraa waxaa u dhimatay boqolaal qofaa u dhimatay laajli dartiis rag qabrigaas la jajabshay ka xanaaqsan baa ciidan noqday oo ishubeeyey oo dagaalamay oo jabhad ah oo hadda siyaasad ku gorgortamayad ogtihiin. yacni waxa waa qubuuray kasoo bilaabay halka qabrigu kasoo bilowday waxa keenay fasaadka ay dadkaasi keeneen weeyaan. waxaad ogtihiin hadeed cadaada shawka lahayn arrintan aysan nidaam iyo maamul uusan jirin waxa weeye fitna inay ka timaado markii la arko waxaan inay fitna kasii xun ka imaanayso waa la joojiyaa fi shariica alislaamiya. nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam kacbada ayuu wuxuu ogaaday quraysh markii nafaqadii ka go'day inay calaa asaasi ibraahim qawaacidkii nebi ibraahim qaacidadii asaaska uu ku dhisay inay kasoo gaabiyeen buu ogaa. markaasuu wuxuu yidhi yacni haddaanan ka baqaynin, caayisha uu la hadlay, haddaanan dadkaaga inay yihiin xadiidu cahdin bilislaami haddaanan ka baqaynin waxaan samayn lahaa inay islaamnimada ku cusub yihiin oo ay fitnoobaan haddaanan ka baqaynin. intaan kacbada dumiyo ayaan qawaacidii ibraahim nabiyullaahi ibraahim oo ku dhisay aasaaskiisan ku dhisi lahaa buy. muxuu uga tegay nabiyullaahi maxamed inaysan fitno ka dhalanin arrintan oo la dhihin berinow maxamed madaxdoon buu ahaa, dad badan aysan diinta uga laabanin daraaddeed buu u sameeyey weeyaan. marka in la burburiyo waxaadan adiga awood u lahayn oo fitno ay ka dhalanayso aad samayso waa fiqhi xuma waan fiqhi xuma weeyaan. wa ilaa waad ogtihiin markii soomaaliya dowladda ay jirtay qubuuraha jeneraal daa'uud la yiraahdo soo mataqaanaan xamar dadka waa joogi jiray badankood, yacni qubuur tiro badanaa ku tiilay. haddana maxaa loo yaqaan ifii aakhara ama xamar bile iyo loo bixiyey waa ogtihiin. waa la jajabiyey dowladdii oo joogtaa burburisay laba qofoo dhiig u daadisa miyaa naqaana? ma garanaysaa laba qof isku dishay
لما هي لأن الدولة واحدة وحمرك الدولة هاي مرن كما تقول أود أجره لقى ما حد لي لكن أنا جب هذا حدات له وحصا ما ينا يوحصا بربوري في تنكوينات كنيسة ليك بدنك وما تكود كبر كوسا ما ينا شاء الله ما أقولوين تتكمر كانوا كانوا حكوفرا علمي بكوفرا تتكبر يعني ما رتين مسجد كأي قبر لا إنس إسجلن بر قبر قال إن أنا العبادة أصلا أستاهلين وقف مسلم هدوها إن له دعية أستقبر وقف مسلم أدنتي دعو أستاهلاي إلا ما بريو أولادنا ما بحين كر عافمادنا ما ديني كرو لما نطوافه علمي أهان وقف أبرا بالرباوي وإلا وحوية يعني في تنت كتما دو وحويان عاقب حمي كينيسا عاقب حمي كإيمان يسويا مرك أصل كان يعني عبد الله بن عباس حديث كان في صحيح البخاري أو نوشيغي أصل كأسنام توحي كتمي تد صالحين ولا بركي سنجري أي كيما ديمو لي وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا وقد أضلوا ويباديين أيغو دمييي أي سلا ليه كثيرا إنبدا مرك وقد أضلوا ذا لما معنى المفسرين توي كشغان ضمير كأضلوا كجل حقيبا لو علني وحيليين يعني وحا لو علنا أسنام تلفتي إذا لو علنا يا بأورنا يا أسنام تلفتي إذا لو علنا سيد ابن كثير يغير كي بأكل كفصير يا أسنام تلفتي إذا بادي يسي وقد أضلوا أيغو بادي يي كثيرا إن بدن أو خلقي كمدا أي أسنام تي بادي يسي وحين ليهم يعني والنبي له إبراهيم وكرواته كتل مامي أسلامت إن أي مارك تدب بدل أي بادي شيء أو إلهي ويديست ربي أو بري أصي أولادي سه سلم إن عابدان إن إلهي كبد باديه في سورة إبراهيم كسر أمرنا الله أرني نبي الله إبراهيم كحكايوني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا ربي إنهن أضللن كثيرا بني أصنام تان إن بدن أي ذاتك كمدة أي بادية ييغي أنا يا أولادي ذا ربي يعني سنم إن عابدنا نجا إلى لبو يروي أما إن لو علي أضياشي إذ قوذي لو علي وقد أضلوا هذا الكاس بير هذا قالوا ذلك سلا سير هذا وقد أضلوا أيغو لميي أو بادية كثيرا أي كثيرا من الناس إن بدن أو ذاتك كمدة أيغو بادية يوي ولا تزيد إلهي وهوكر بني الظالمين كو ظالمين تا إلا ضلالا باذم ويوحك لربي وهو كردين كوا مشركين توحق ديني يعني ضلال الكسر رمان توحيدك يحق يكبر رمان موية إلا يكبر انتان وحك لربي وهو زيادين بولي دعا النبي الله نوح أو حبار أو حبار القوم كاسيوية إلى آخر كان أرك دورنا يعني حبار كاسي مرك أو حبار يا نبي الله نوح ومركي لو وحيودي أو الله أغشيبي انت هذا كرميسي موية عدك لك الرمين يساهي لما أرك أغيريوية مركز كبعد بو مرك أغادي وكقوستي إنين الرمين إن مرك أغادي أيو مرك قوم كيسي حباري في سورة بود بن كسر مرنا الله أراني وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون يعني آية سو كسر مرنا وحلو وحي يود النبي الله نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ذكي خريكو الرمين موية عدا بكو الرمين يساهي لما أركو مرك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون waxa ay sameeyayaan halka murugoonin baa la leeyahay oo halka yaacni maartay dibha uu arkin baa la leeyahay marka arinta markuu ogaaday buu xabaaro yiri walaa tajidid zalimiina zalimiin ta kuwa mushrikiinta dhulmiga halka bimaa shirki baa loo jeeda kuwa mushrikiinta rabbiyo ha u kordhinin illa dalalan baadi mooyo wax kale ha u kordhinin mimma khati'atihim ay min ajli khati'atihim qafafiyalkooda sababte با أغرقوا بيها اللوغو حلاقي طوفان تي اللوغو حلاقي نبي الله نحقوم كيسي ومكذبين تاها أيا سيدا اللوغو حلاقي فأدخلوا والاك يليي نارا نار نوالاك يليي وقيامها نار تاسبوا إلهي يليي سبحانه وتعالى ويام فلم يجدوا معي ننهر لهم أي لأنفسهم نفتوذوا معي ننهر من دون الله الله أحدا نحين أنصارا كو أغرقارا نفتوذوا معي ننهر الله سكري عد أغرقارتا مما خطيئاتهم وقراءة الجمهور لكن أبو عمر مما خطاياهم وأخريا لبضب ولبقراء اسكميد والمعنية اسكميدية هاي مركب من أجل خطيئاتهم ومن كثرة ذنوبهم وإصرارهم على الشرك بالله ذنوب توضف ربضا دائمين دي كفرق أي دائمين سبب تيذا
خطيئات كإجفافيال كذا سببتي بأخرق له لوجه لاج بيه ويا ولا ما شيء بيه لوجه لاج ويا مما خطيئاتي من أجل خطيئاتي جفافيال كذا درت بأخرق بيه لوجه لاج قوم نوح وطوفانتي إلى وجب بيه ويا فأدخلوا والجلي نار النار بالجلي ما أنت قيامهنا نار بالجلي أي كوا ريان ولقد كجريان ويا فلم يجدوا لهم نفتوذ أما أينان هلين من دون الله ألا سكذي أنصارا إذ أقرقارتوه عذابك إله أقرقارتا ما أينان هلوه وقال نوح الرب أسوه حبار كيس السيوة النبي الله نوح وقوم كيس حبار ياهي أيو رب نوغحي كايون وقال نوح نبي الله نوح باوحو يري ربي يا ربي ربي جايقو لا تذرها أقتقين على الأرض ملك كركيسة من الكافرين قال هذا حقه هذا ديارا أي أحدا يدور في الأرض من ذلك الدلور ربي أقتقين يعني ديارا وحلوجه أحدا يدور في الأرض فيذهب ويجيء بلوجه من ذلك الدلور أرض كركيسة كسعبا أقتقين أما إلا يرهده لا تذر أقتقين على الأرض ملك يعني دشيسة من الكافرين قال هذا حقه هذا ديارا أي صاحب دار دار من صاحبه يعني أحدا يسكن الدار قف دار أسكنه مقالة قولي دقو حوقتكنا ربي وبابي إبر كدقوه محايا لسببت أوها بعربه وعلا ذي دي بوشيك إنك أذيك معبود كيقو الله يو إن تذرهم هديئات قوم النوح كفارتو هديئات كتكتو أذن حلاقين أدونك أذن كو حلاقين يضلوا ويباديين أيان عبادك أدومد هذا بيباديين أيان أدومد هذا أي دومين أيان وتوحيد كفر استاقيا ويان ولا يلدوا من الضليان وأولاد من الضليان إلا فاجرا من فاجر أو فاجر في أعماله عمل كيس فاجر نما كسمي فجور فجور كسمي موية وحكا لما دلان ولما حدنا كفارا قال لما بدن كثير الكفر أو قلبي أنا قال كأ موية وحكا لا تمدل يا بولي مرك وحوي سببت إلهي يعني مارت وحباري ساء وقبري وحوقيهي خبرة أوليهي مدبر كل حجري أقام بدن بقولي هاي سلاس بمرك إله سبحانه وتعالى أي أقبري إنه عذابك النوع عصوك لك عذابوي ابن كثير رحمه الله وحولي وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا 50 عاما يعني وحوي حبارك أو حباري خبرت بقولي مدبر كل حجري كنا قال إن الرومين إن بالرب هو حيودي مرك إن أدونك الله فيه أي رب ويدي سنة يا وي إنك أديك رب يو إن تذر مديئات كتكتو ذنها لكن كوام كفارته يضل عبادك أدو ماذا هذا بيباديين أيان أو يدومين أيان وتوحيدك كور استاقين ولا يريدو من الضليان إلا فاجرا متفاجره عمل كيس فجور كسا مئي موي ولب كفارا قال لمب بدن وقال لمب إسعاد بدن تهي موي وحك لنا ما الضليان وي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ربي يا ربي ربي قيقو اغفر لي أني إيدا وذنوبتي ذي إيدا ولوالدي واغفر لذنوب والدي لبدا يذي والد آبه يهو يدين ذنوبتي ذي ربي يا أرده ولمن ددنا ذنوبتي ذي أرده دخل قل بيتي أني قرق يسوق قل مؤمنا حال كونه مؤمنا أصدقوا مؤمن أو الله رسول كيسر ميسن قرق يسوق قلين إله أدن بداف وللمؤمنين تتك مؤمنين تعامة إلهي ودمانتد أو رقعه إله أدن بداف والمؤمنات حوينك مؤمنات كأهو ربك وذي رسولك وذرمي الله يؤدن بداف ولا تزيد ربي وهأكر دينين الظالمين كوا مشركين تاع إلا تبارا باب أي حلاق مويه وحكى لربي وهأكر دينين التبار وحال ذا ذو الحلاق بلوجه ذا ظالمين تنا بمعنى المشركين عيا لوجه ذاوي مركا ولمن دخل بيتي مؤمنا مفسرين تبيتي ذاس معاني دورة بكفسران وحي كفسران قوري قدتك سوق علي أسقو مؤمن يميد أما سقوري وحلو جيدا مسجد كالو جيدا مساجد كيق سوق علي أما وحلو جيدا يعني بيتك دين كباب لو جيدا دين تإسلام كسوق علي معاني ذا سوردن ومفسرين تبكفسران
ولذلك ابن كثير وحوليه ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها وهو أنه دعا لكل مؤمن دخل منزله وهو مؤمن بالله ورسوله يعني واحد يديه ما جرى إلا وحن باره أيضا ظاهر كذا قرقيس لفتيس إلا قد يقول قرقيس لفتيس إلا قد يقول أو قرقيس ذاتك صواق علي أيضا إلهي رسولك سر بيساني يعني قرقيس صواق علي إله أدى مداف إلا قفة سراهي